أسهم بورصة لندن في النازل، بس عوضناها بأسهم برلين. برافو، خدت القرار الصح في توقيت قاتل. ما أنا كان لازم أتصرف لحد ما حضرتك تاخدي بالك إن في حاجات أهم بكتير من شركة الإكس. ضحكتني والله بعد يوم طويل ومتعب. إيه بقى؟ هنطول هنا ولا إيه؟ هنمشي إمتى؟ لسه شوية. لما الشركة تقف على رجليها بس. وبعدين يعني أنا كنت فاكراك مبسوط. صد ضحكتك الصبح كان مجلجل في الشركة. أعمل إيه؟ بنت خالتك دمها خفيف، واضح إنها جينات وراثية عندكم. ماشي. أنا حذرت قبل كده، مش هعيده تاني ها. بالسلامة. طب ما أنا حذرتك قبل كده ولا فرق معاكي؟ بالعكس بقى. النهاردة الموظفين عاملين يتكلموا. يا ترى مين اللي اتخانق مع حازم النهاردة في الحفلة؟ ده الإكس بتاع مراته ولا دي إشاعة؟ ده أنت مركز بقى. مش حكاية مركز، بس مفيش دخان من غير نار يا مسك. لو تسمحي لي أنا أقول لك يا مسك بدون ألقاب. اسمح لك طبعا. أنا دورت على الحقيقة ووصلت لها بسرعة. اسمي يوسف. كان خطيب سوزان مرات حازم. وبعدين؟ ولا قبلين يا مسك. أنا مش قررت تحذيري ليكي ولا حتى نصيحتي. ولا هتسيبني وتمشي يا علي زي ما هددتني قبل كده. أنت جالك عرض من أكبر شركة منافسة لينا في دبي وبعقد خيالي. مع ذلك ما روحتش. ولا حتى قلت لي. واضح إني مش أنا لوحدي بس اللي بدور. لا مش لوحدك يا علي.